رقم 8 انسحب نتيجة الإصابة. رقم 8 اكسند ريباس لن يشارك في الشوط الأول. تجنب السنة بوسم بالتشريف ابن السكري ساكي جاش بوسم بالوان وقوبيان جريد تجنب السنة بوسم ريس نمبر 1. Congratulations to the groom Mohammed Rashid. He will collect his prize in Adil Al Falasi from Dubai International Arabian Horse Championships. قام السيد سيد باختيار الخيل الأفضل مظهرا وقام السيد عادل الفلاسي من بطولة